بسم الله الرحمن الرحيم الله جي نالي سان جيكو بهد مهربارو اين رحم كندر آهي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نهاية بركت وارو واي وو جين هي فرقان يعني حق اين ناحق هي نکھیڑی پدرو کندر پینجی بانی تی نازل کئو آئی تانت سارے جب جہان وارن لائے خبردار کندر ہوجی الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا هو ياهي آسمانا اين زمين جي بادشاهي جو مالك جي نكي كنكي پت بنائي واهي اين وري بادشاهي مين سندس کو بھائي وار آهي جي هر شيء کے پیدا کرو پوئن جي تقدير مقرر کرو واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا مانون کي چڏي اهڙا معبود بڻائي ورتا آهن جيڪي ڪا به شيء پيدا نٿا ڪن بلڪي خود پاڻ به پيدا ڪيا پيا وڃن جن کي پاڻ لاءِ به ڪنهن نقصان يا نفع جو ڪو اختيار ڪونهي جيڪي نه ڪي ڪنهن کي موت ٿا ڏئي سگهن ۽ نه ڪنهن کي حياتي ٿا ڏئي سگهن وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وجورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا جن ماڻهن نبي جي ڳال مڃڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو آهي اهي چون ٿا ته هي فرقان ته هڪ جڙتو شيء آهي جنهن کي هن شخص پاڻ گھڙيو آهي ۽ ڪن ٻين به ان ڪم ۾ ساڻس هٿ وڌايو آهي وڏو ظلم ۽ سخت ڪوڙ آهي جنهن تي اهي لهي پيا آهن چون ٿا اهي ته اڳوڻن ماڻهن جون لکيل آخاڻيون آهن جن کي هي شخص نقل پيو ڪرائي ۽ اهي کيس صبح شام ٻڌائيون پيون وڃن قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما اي نبي چمين ته ان کي نازل ڪيو آهي انهيءَ جيڪو آسمانن توڙي زمين جا راز ٿو ڄاڻي در حقيقت هو ڏاڍو غفور رحيم آهي وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا جوانتا هي وري ڪهڙو رسول آهي جيڪو کاڌو ٿو کائي ۽ بازارن ۾ به ٿو گھمي ٿي ڇو نه وٽس کو فرشتو موڪليو ويو جيڪو ساڻس گڏ هجي ها ۽ نه مڃڻ وارن کي بيڄاري ها نه سب ان لاءِ کو خزانو علائقو وڃي ها يا وٽس کو باغ ئي هجي ها جنهن مان بي الڪو ٿي پيو روزي حاصل ڪري ها ۽ اهي ظالم ائين به چون ٿا ته تهان ته هڪڙي جادو ڪيل ماڻهو جي ڪٽ لڳايو انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا
فضلوا فلا يستطيعون سبيلا دست كهڑا كهڑا نتوتي بدبدا چاہندا تھا وطن اهڑا تا بھٹکی ويا هن جو کو رستوئی حت نتو بچين تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا ولي بركة وارو آئي هو جيكو جي گھرے تونن سندن دستل شين خام گھنو کچھ وديك تو کے دل سگي تو کی نہ پر کیترائی باغ جن دی ہیٹھا پئیو نہرو بہن ایں وڈا وڈا محلات پن بل کذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا قال اصل ايها هي تيه مانو انهي گھڑيه کي کوڑ تھا بھائن ۽ جيڪو انهي گھڑيه کي کوڑ بھائندو ان لاءِ اسان بھڑکندڑ باہ تیار کرے چھڈی آهي جيڪا جڏهن کين پري کائين ڏسندي ته هو سندس جوش جي گچگار ۽ ڀبڙن جا سرڙاٽ ٻڌندا ۽ جڏهن اهي هٿين پيرين جڪڙيل منجز هڪڙي سوڙهيءَ جاءِ ۾ گھوچيا ويندا ته موت کي سڏيندا ان وقت چيو ويندن ته اڄ هڪڙي موت کي نه گھڻن ئي موتن کي سڏيو قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا پچھین تا اوہا پچھاڑی چنگی آئے یا اوہا دائمی جنت جن جو وائدو اللہ کا دجندر پرہیزگارن سان کئو بھی آئے جی کا سندن عملن جو اجورو آئی موٹی چنوارو ماغ ہندی جن میں سندن ہر سدھ پوری تھیندی منجسو سدائیں رہندا جن جو عطا کرن تنجے رب جی ذمے ہکڑو اہرو وائدو آئے جن کے پارن متس لازم آئے ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل أيون دين تنجو رب انن کي برائي آني گد كندو سندن انن معبودن کي جن کي اللہ کي چھڏي پوجين ٿا پوءِ خان پڇندو ته ڇا توهان منهنجي هنن بانن کي گمراه ڪيو هو يا اهي پاڻ ئي صحيح رستي کان ٽڙي ويا هئا قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا هو اسکندار پاک آهي تنهنجي ذات اسان جي ڪهڙي مجال هئي جو تو کان سوائے اسان ڪن ٻين کي کڻي پنهنجو مولا بڻايون پر تو ته هنن کي توڙي سندن ابن ڏاڏن کي ڏاڍو زندگي جو سامان ڏنو هو تاجو هي سبق وساري ويٺا ۽ برباد ٿي ويا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون طرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا اهڙي طرح هي توهان جا معبود توهان جي انهن ڳالهين کي جيڪي توهان ڪريو ٿا پيا ڪوڙو ڪندا
पोइ त तव्हां न की पंहिंजे हशर खे बदिलाए सघंदव ऐं न किथां का मदद हथ करे सघंदव तव्हां मां जेको बि ज़ुल्म कंदो तंहिंखे असां सख़्त अज़ाब जो मज़ो चखाईंदासीं وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا أي نبي تو خاق سانجي كيل برسول موكيا هوا اوه سبايب खाधो खाईंदा हुआ ऐं बाज़ारनि में घुमंदा फिरंदा हुआ दरअसल असां तव्हां माण्हुनि खे हिक ॿिए लाइ आज़माइश जो वसीलो बणायो आहे छा तव्हां सबुर कयो था तुंहिंजो रब त सभु कुझु ॾिसे पसे थो وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا جن مانون کے سانجی آدو اچھی پیش چند جو کو کھٹ کوئی نہ آئے से चवनि था त छो नथा असां ते मलाइक ला था वञनि या खणी असां पंहिंजे रब खे ॾिसूं पंहिंजे अंदर में ॾाढी मगी कई अथनि ऐं लीकाई लंघे विया पंहिंजी सरकशीअ में يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا اوهي جين دين ملائكن کے رسندا تا دوهارن لائے اوهو کو خوش خبری جو دین نہ ہم دو رڑیوں کندا تا آہے کا بچن کی واہ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ऐं जेका संदन कई कमाई हूंदी तंहिंखे खणी असां धूड़ वांगुरु उॾाए छॾींदासूं اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا बाक़ी जेके जन्नत जा हक़दार हूंदा से ई उन ॾींहुं भले हंध तरसंदा ऐं मांझांदे करण लाइ ॾाढी सुहिणी जाइ लहंदा وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا آسمان کے چیرین دو اچھی ایکڑو ککر ان ڈی ظاہر کیندو ائیں فرشتن جا ولرن جا ولر لاتھا ویندا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ان دين سچي پچي بادشاهي فقط رحمان جي هوندي ۽ انڪار ڪندڙن لاءِ ڏاڍو سخت ڏينهن هوندو ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا ظالم انسان پنهنجا هٿ چٻاڙيندو ۽ چوندو جيڪر مان رسول جو ساٿ ڏنو هجي ها هاءِ منهنجو نبھا جيڪر مان فلاڻي ماڻهو کي دوست نه بڻايا ها उन्हीअ जे बरगलाइण में अची मां उहा नसीहत न मञी जेका मूं वटि आई हुई ऐं शैतान इंसान खे वक़्त ते दगा ॾींदड़ आहे وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا ऐं रसूल चवंदो त मुंहिंजा रब मुंहिंजी क़ौम वारनि त हिन क़ुरान खे टोक बाज़ीअ जो निशानो बणाए छॾियो हो وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا اے نبی असां ईअं ॾोहारियुनि खे हर नबीअ जो दुश्मन बणायो आहे ऐं तो लाइ तुंहिंजो रब ई हिदायत ऐं मदद लाइ काफ़ी आहे وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة
كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا انكار كندر چمن ثات ان شكت تي سجو سارو قران هيكي وقت چو نلا کو هاو يو ان ڪري ڪيو ويو آهي ته جيئن ان کي چڱي طرح تنهنجي ذهن ۾ وهاريندا وڃون ۽ ان لاءِ اسان ان کي هڪ خاص ترتيب سان ڌار ڌار حصن جي شڪل ڏني آهي ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ۽ ان ۾ هي مصلحت بي آهي ته جڏهن به اهي تو وٽ ڪا نرالي ڳالهه يا کو عجیب سوال کھنی آیا تسا ان وقتی ان جو صحیح جواب توکے دے چھڑیو ائی نہایت سونے نمونے گال کھولے چھڑی الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا جے کے مانو منہ بھر جہنم دا بھکیا ویندا انہن جی حلت چلت ڈاڈھی بچھڑی آہے ائی ہو راہوں رد تھل آہن وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا اسا موسى کی کتاب دنو ائی سانس گد سندس بھا ہارون کے باہ بیلی مقرر کیو سوں ائی کیو سوں تو ونیو انہی قوم دا جن اسا جی آیتن کی کوڑو سڈیو آہے نیک اسا انہن مانوں کے ناس کرے چھڈیو وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما إيهاي كار نوح جي قوم سان تھی جڏهن جو انهن رسولن کي ڪوڙو سڏيو اسان کي بوڙي چڏيو ۽ ساري دنيا جي ماڻهن لاءِ عبرت جي هڪ نشاني بڻائي چڏيو سون ۽ انهن ظالمن لاءِ اسان هڪ دردناڪ عذاب تيار ڪري رکيو آهي وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا اي طرح عاد ۽ ثمود ۽ اصحاب الرس يعني خوه وارا ۽ وچ وارن دورن جا گھڻائي ماڻهو ناس ڪيا ويا وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تتبيرا انما هر کسا اگ تبا چلن جا مثال دئي بي سمجھايو ۽ نيٺ هر کي بالکل نابود ڪري چڏيو سون ولقد اتوا على القرية التي امطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا ايونا پٽل وستي وٽا تهي لنگندا رهيا آهن جنهن تي نهايت بچڙي برسات وسائي وئي هئي چا انهن ان وستي جي حالت نه ڏٺي هوندي مگر اهي موت کان پوءِ وري اٿاريو وڃڻ جي اميد ئي نٿا رکن وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا یہ مانو جنے توکھے لسن تھا تا توکھے ٹوک جو ہند بڑائیں تھا چون تھا چاہیا ہے وہ شخص جن کی اللہ رسول بڑھائے موکلو آہے ان ذریعت اساں کے گمراہ کرے اساں کے پینجن معبودن کھاں پھیرائے چھڑیو ہو جے کرے اساں انہن جی عقیدت تے جمیل نہ ہو جوں ہا چنگو وہ وقت پرے نہ ہے جنے عذاب دسی کھین پانی معلوم تھی ویندو تا گمراہی میں کیر ونی پرے نکتو ہو أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا تو کریں
उन शख्स जी हाल ते गौर कयो आहे जंहिं पंहिंजे नफ़्स जी ख़्वाहिश खे पंहिंजो माबूद बणाए वरितो आहे छा तूं उन शख़्स खे सिधे रस्ते ते आणण जो ज़िमो खणी सघीं थो छा तूं सम्झीं थो त उन्हनि मां घणा माण्हू ॿुधनि ऐं सम्झनि था इहे त ढोरनि वांगुरु आहिनि بلكي أنياب وذيك واتب نعيل ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا شابتو ناتي تتم جو رب تيتو پاچه تي دگو کر हू जेकॾहिं घुरे हा त उन खे हिकु हंधु बिहारे छॾे हा असां सिज खे उन जो सूंहो बणायो आहे पोइ जीअं जीअं वञे थो सिज मथे चढ़ंदो असां पाछे खे वञूं था होरियां होरियां पाण ॾे सोरींदा وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا ايوه الله يا هي جن رات کي توهان لاءِ ڍڪ ۽ ننڊ کي بي سرتائي واري حالت ۽ ڏينهن کي وري گيرو ٿي اٿڻ جي ويل بڻايو وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا اي هو ياهي جيكو پنجي رحمت آگے هواون کي خوش خبري ديندڙ بنائي موڪليندو آهي पोइ आसमान मां पाक पाणी वसाईंदो आहे तव्हां त मुअल इलाक़े खे उन जे वसीले जीअरो करे ऐं पंहिंजी मखलूक मां घणनि ई जानवरनि ऐं इंसाननि खे पाणी पीआरे وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا انہیں یہ کرشمے کے ساں ورائے ورائے سندن سامو آنی تھا تاں تن نصیحت پرائیں مگر اکثر مانو سوائے کفر ایں بے شکریہ واری حلت جی بی کا روش اختیار کرن کھاں انکار تھا کر چھڑی وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا جیکر اساں چاہیوں ہاں تا ہر گوٹھ میں ہک ہک ڈیگاری دڑ اٹھایوں ہاں فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا تہ کرے اے نبی کافرن دی گال اصلی نمن اہن قرآن وسیلے سان وڈو جہاد کر وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا ايه هو تهوه جن بن سمدن کي ملائي چيو آهي هڪڙو لذيذ ۽ مٺو ٻيو کارو ۽ ڪوڙو ٻنهي جي وچ ۾ هڪ پردو آهي ہکڑی اڑ آہے جے ملی ہک تھی وجن کا جھلے بدھو اتن وہو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ایں وہ یاہے جے پانی ما ہک بشر یعنی انسان پیدا کرے پوئی ان کا نسب رت جا رشتہ ایں سین پی جا بس سلسلہ ہلایا تنجو رب ولي قدرة وارواه ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا ان الله بچڑے مانو انن کي تھا پوجين جي کي کين نقي کو نپو تھا پہنچائے سگن اي نکو نقصان اي وري کافر تے پنجي رب جي مقابلے میں ہر باغی جو مددگار بنیا آهي وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا
قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. أي نبي توكي دسا فقط خوش خبري ديندر أين چتا ديندر بناي موك لواهي چوين تما انهي يتمل آئے تما خان کو اجورو نتو غرا منجو اجورو تا ايو آئے تا جنجي دل غري سو پنجي رب جو رستو وٹھی حل. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. أي نبي تم انهي الله تي بھروسو رکھ جيكو جيرو آهي اين قده نمردو انهي سارا سنگرد سندس پاکائي گائي پنجن بندن جي گناهن کان سندس واقف جنی کافی آهي وهو جن چهن دیهن میں آسمانن اين زمین اين ان سمور ان شائن کے چاہے رکھو جيكي آسمانن اين زمین جي وچ میں آهي پوئی پانی عرش تے جلوہ فرما چھو وهو رحمان آهي سندس شان تکیں جان واری کا پچھ. آیت سجدہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. انہن کے جدہیں چیو بنی تو تا انہی رحمان کی سجدو کریو تا چون تھا تا رحمان چاکن دعائی بس جہلا تون چوین تینکے سجدہ کندا وطن ایو سد اٹلندو سندن نفرت میں وادھارو کو آنی چھلی. تبارک الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. دادو برکت وارو آئے ہو جن آسمان میں برج بنایا ایون میں ہکڑو دیو ایون چمکندر چند روشن قیائیں. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهو ياهي جهرا تنبيه كي هكبه پوچھا حلندر بنايو هر انهي شخص تلائي جيكو نصيحت پرانن چاہي يا شكر گزار بنجن چاہي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الرحمن جا سچا پچا بندا تو بھی آهن جيكي زمين تي دھیرے دھیرے حلندا آهن اين جاهل سان گالهائند آهن تچوندارتن سلام حجیو. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. پنجے رب آدو سجدن میں آئیں قیام گندے گزاری داہن جے کے دعاؤں بھرن داہن تا اے سانجا رب جہنم جو عذاب آسان کھان ٹارے چھل جائیں اون جو عذاب ساہ کے سوگھو گندر آئے آئیں اوہو پان دو رہن جی داری بچھڑی جائے آئیں ترفن جو نہائے برو ہند آئے. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. جیکے جرے خرچ کندہ آئیں تنکی حد پھار تھیندہ آئیں آئیں نوری کنجو سائی کندہ آئیں بلکہ بنوں جے وچتے وچت تراتی حلد آئیں. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما جيكي الله سانگدو گر بيكي انخيب معبود کري نفكار دائن كهن بساها واري كي جن جو مارن الله حرام ٹھہرائے واہے ناحق نہ مارین داہن اینا کی زنا کنداہن جے کو پیہے کم کندو تا پینجے گناہ جو کی تو لوڑی دو دن قیامت جو نکھے بینو عذاب ملدو جہ میں ہو صدائیں زلیل چھو پیو ہندو باقی جے کو گناہن کھا پوئے توبہ کرے چکو ہندو این ایمان آنے عمل صالح کرن لگو ہندو ایڈن مانن دی برائن کے اللہ بھلائن سام بدلائی چلیں دو اینگو ڈاڈو وفور و رحیم آئی ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب الى اللہ متابا دیکھو مانو توبہ تائب تھی نیک عمل کرن لگے تو اوہوی حقیقت میں اللہ دا این موٹے تو جیم موٹن جو حق کا ہے والذین لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما این رحمان جا بندہ ہوئی آہن جے کے کوڑ جا شاہد نہ تھا بنجن این جے کریں کہ واحات گال وطان لنگن تھا تک شریف مانن وانگر لنگی حلیا ونجن تھا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا جن کے جے کڈھیں سندن رب جو آیتوں بدھائے نصیحت کئی ونی تھی تہو انتے اندھا آئیں بوڑا بنجی نتا پیجی رہن والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما جيڪي دعاون گھرندا ٿا رهن ته اسان جا رب اسان کي پنهنجي گھر وارن ۽ پنهنجي اولاد کان اکين جو ٺار عطا ڪر ۽ اسان کي پرهيزگارن جو اڳواڻ بنائي أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما ايه آهن اوهي ماهن جے کے پہنے صبر جو پھل مارن دی شکی میں لہدا سندن آجیاں دعا سلام ساتھین دی او نمیں ہمیشہ لائے رہندا کہڑو نہ بھلو آہے وہ رہن جو ہند آئیں کہڑی نہ چنی آہے ترکن جی جائے قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما اے نبی مانم کے چاو تمہ جے رب کے تمہ جی کہڑی کان آہے جے کریں تمہ کے نہ سدیو ہانے جو بھلا کوڑو سدیو تھو تپوئے تجھو تھی وہاں سزا لاگو تھیو جہما جندی نہ چھٹت